بحال داكشي اللي بزاف. السلام عليكم واش الخوت، كي دايرين؟ بخير. انا كنتمنى انكم تكونوا كلشي بخير وعلى خير. المهم احببت لكم فيديو جديد وبطبيعه الحال فلوق جديد. المهم اليوم ان شاء الله غنديكم واحد البلاصه اللي زوينه وزوينه بزاف، وغنديكم هذه تجربه بالنسبه ليا وغتجربوها حتى نتوما. غنديكم معايا، غنفوجوا شويه اليوم غير ديال الزهو، غنبارطاجي معكم واحد النهار اللي غيكون واعر واعر بزاف ان شاء الله. غادي نسافر وغادي ان شاء الله لواحد المدينه اللي زوينه بزاف، لاي واحد دايرها في بالو انه يمشي ليها. حتى انا درت في بالي نمشي ليها، واليوم جات على غفله ان شاء الله غادي نمشي ليها، واللي هي مدينه طنجه. غادي نمشي ونزهاو تما، غندوزو واحد النهار اللي غادي يكون واعر واعر بزاف، واخا عندي فيها غير نهار، ولكن غنحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم ديال داكشي اللي غادي ندوز فيها. المهم خليكم مع الفيديو. سينيماتيكات ما كان عايز نضربوا على السبليون ونشوفوا داكشي كامل كي غادي يكون. خليكم مع الفيديو، نبارطاجي معكم اي حاجه درتها. المهم دابا حنا في واحد البائع الاحيه هنايا، بغينا نسترحوا شويه عاد نعاودتاني نشدوا طريق. دابا حنا في تقريبا العريش، قرابين العريش، بقى لنا شي 5 كيلومتر ان شاء الله غادي نوصلوا العريش، ومن بعد عاد لطنجة. المهم غادي نبارطاجي معكم كلشي ان شاء الله وبحول الله. خليكم مع الفيديو كيف ديما، ما تنساوش ليا اللايك، ما تنساوش ليا اللي باقي ما تابوناش تابونا. المهم كلشي داكشي يكون واعر واعر. شوفوا احنا واخيرا وصلنا لطنجه العاليه، واخيرا صراحه جانيه نقيه. دخلنا دابا لواحد الحومه نقيه ديال بصح وزوين وكلشي زين. دخلنا لعند فينانتينا صافانتينا طنجه. صراحه وكنا عارفين بانه ماشي النهار اللي غيخصها باش تسالى فيها، ولا يومين ولا حتى سيمانه، خاصها على الاقل واحد 10 ايام باش تسالى مزيان وتعرف اشنو كاين في طنجه هنايا. المهم هادشي اللي كاين الخوت، بقاو معنا نكتشفوا بزاف ديال الحوايج انا براسي ما عارفهمش، ولكن غادي بالصدفه اي حاجه لقيناها بالصدفه راه غنصوروها، حيتاش انا ما معول على حتى شي حاجه. وديما كما كنقول لكم، وقت ما كنمشي لشي مدينه والله ما سنعرف عليها شي حاجه، داكشي اللي كنشوف وداكشي اللي كنعيشو بالضبط هو اللي كنبارطاجي معكم. المهم خليكم مع هاد السينيماتيك اللي غندير لكم في هاد الدرب اللي انا فيه حاليا، تكتشفوا طنجه كي دايره والجمال ديالها، واخا باقي ما خرجناش البلايص اللي زوينين. خليكم مع السينيماتيك يلا.
شفتو قبيلات فاش جيت درت لكم شي سينيماتيكات، يا سلام واعرين صراحه. الطريق ديال طنجه نقيه وزوينه ديال بصح، وفيها ما يتصوروا الطبيعه والويدان، عرفتي غير شحال من ويدان دزنا عليهم صراحه. داك الشيء واعر وعجبني الحال انايا بزاف. السعداج هاد الناس اللي ساكنين في طنجه، وكان واعد راسي بطبيعه الحال كيما واعد راسي غادي ندور مازال في مراكش. كان واعد راسي، هذا واعد راسي غادي نجي مازال عاوتاني لهنايا لطنجه، وغنتسالاها مزيان وغنمشي لبزاف ديال البلايص اصيله شاون، كاع دوك البلايص اللي واعرين ان شاء الله غادي نمشي ليهم انا وصاحبي ولا اي واحد جات. وواحد القضيه عجبتني انا بزاف بزاف اللي ما ضليتهاش، غتكون بزاف ديال الدراري هذوك اللي تيحرقوا بزاف كاينين هنايا في طنجه. اي رومبا هنايا، اي رومبا كبيره كتلقاهم جالسين تيطلبوا، المهم غير باش يقصيو باش يديبانيو راسهم، تجيهم شي فرصه باش يغبروا هاد البلاد. من هاد المنبر كنتمنى اي واحد باغي يهاجر هاد البلاد كنتمنى ليه التوفيق. وصراحه اش غنقول لكم، البلاد زوين ولكن مواليها الله يعمر لهم الدار. انتما كما كتشوفوا حنا دابا كنتساراو في مدينه طنجه، كما قلت لكم راه شفتوا سينيماتيكات كي دايرين داكشي بيساند لو. شوف 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 نبني عا كي داير اوا سي حمزه زكريا تبارك الله عليه، هو اللي جابنا هنايا سارينا مزيان. الخوت كما كتشوفوا احنا دابا كنتواجدوا في لابلاج ديال طنجه، هذه هي البلاصه اللي كتشوف فيها سميتها عالم اخر اللي كتشوف فيها صبليون. دابا حنا كتبان لينا صبليون من هنايا، ولكن في التليفون موحال واش غادي يبان مزيان. انا ناقص الكاليتي ناري الدنيا هنايا، والله يشجع هاد الناس حق الله.
المهم الخوت هذا هو لابلاج وهذا والباطو اللي تيحربوا فيه الدراري كاين ليه غرا هو الخوت كيما كتشوفوا دابا حنا شادين طريقه المارينا ماشي حيت المارينا عندهم طويله هنايا اي بلاصه عندهم هنايا طويله تيقولوا لها مارينا المهم غنمشيو لحدا البطوات اللي مشهوره بها طنجه تما فين تي شي انا هاد البلاصه زوينه بزاف 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 بحال داكشي اللي بزاف والله هي زوينه بزاف ما نكذبش عليكم المهم غنمشيو دابا لهذيك البلاصه ديالها فيها البطوات وداكشي داكشي اللي كيمشي غنصورو داكشي كامل واخا مشى علينا الحال مي غنمشيو للصبليون اخي زكريا اش بان لك نضربوها نوصلو اخي نضربوها انا وياك غير بالعومان ها كنعرف شنو عمر هاد وا شي خافو صافي والله كون كنت انا هنا شرا كاع شاد النوبه هنايا كلشي باغي يمشي للصبليون دابا حنا فين شحال بينا وبينهم زكريا وينهم وبينهم شي ساعتين ديال الطريق غير في البحر عمان ولا باطو باطو حتى الله يهديك اش من ساعتين راس بليون هنا المهم الخوت كما كتشوفوا غادي للصبليون زوين هاد غادي للصبليون سالا اجي وسير للصبليون فين راه الباطو كما وريتي من الباطو المهم احنا فين داك الحمار راه هو دابا نمشيو عندو نديرو شي تصويرات هنايا ونمشيو عند الباطو وزكريا وليتي مشهور هنايا شتي ديك البنت قالت لي كنتصور معاه شكون بحالي ايوا شكون بحالي تجي بنت تصور معايا انايا ما غينا المهم الخوت حنا داخلين حدا الباطو وداك الشيء وداك الشيء شنو هو داك الشيء هو هاد الشيء راه البطل كبير هو داك الاحمر ها هو هو هذا الاحمر هو اللي كيدي للصبليون دابا ما يمكنش لينا نمشيو ليه نمشيو لا زعما حدا داك الباطل والو واش الخوت احسن حاجه احسن حاجه هنا في طنجه هي ان واحد الحاجه نهضروا عليها بعدا هو النقاء في الارض ما تلقى حتى شي حاجه ديال الوسخ صراحه اون بلوس عليها هنايا ماشي يدويوش الناس غير بالعربيه تيدويو حتى بالصبليونيه هادوك اللي العرب ماشي زعما الصبليونيين تيجيو لهنايا تيدويو اللي العرب الاصل تيدويو بزاف بالصبليونيه هنايا ما عرفتش هاد القضيه علاش زعما حنا في التماره والرباط وسلا علاش ما كندويوش شي لغه اخرى كندويو بالشلحه الخوت الشلحه والعربيه مقداش العربيه وما مقداش اجي انت فين انت وانت واش درتي واش درتي المهم الخوت باقين معاكم كنتساراو ضروري ويلي 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 كلشي موجود طنجاويات مرحبا بينا في طنجة اي فوالا ما عرفتش هاد الناس مالهم جالسين هنايا ما بغاوش يهبطوا زعما لهنا علاه واجيو عندنا واجيو عندنا لهنا نتصورو هنا كاملين ولا نمشيو نفعل فاهمين ايه يا ود اخي زكريا الناس عايشه اجا واحد الباطو وسطك عند هذوك اللي ويلي اول باطو غنمشيو فيه للصبليون المهم الصبليون راه ما بقاش كتبان ماشي ديال البرتغال حنا دابا قربنا بزاف راه هو داك الاحمر اللي قلت لكم فين هو 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 هذا هو الاحمر اللي كيدي للصبليون ولا ما عرفتش شنو كيدي وكاين عاوتاني هذا الابيض راه هو هذا الابيض المهم هادو كاملين تيمشيو لبرا
اللي بغى يحرق يجي لهنا. المخزن كاين هنا. اشوف بغيت انا المخزن. راه كيدي. تا هو كيدي الصبليون. كيدي الحبس. المهم الخوت بغيت نشارك معكم هذه القضية هذه الصبليون راه هي. شي مور هذا الباطو هذا تما فين كاين الصبليون ما كتبانش مزيان حيت هي دابا الضبابة ومع واحد الفيو هنا يا اخي زكريا ناري شوف. اوه الخوت كيما كتشوفوا واحد الاضاءة بعدا زوينة. دخلنا لواحد باركينغ هنا واحد لاكاب. منو كدوز لواحد البلاصه زوينه ونمشيو دابا نصوروا لكم واحد الفيو هو زوين بزاف ما عرفتش شنو هادشي اللي هنايا. المهم دخلونا لاكاب ديال الطوموبيلات شتي هاي لاكاب الله يشاه احسن احسن من الدار لاكاب هنايا ديال الطوموبيلات احسن من الدار ناري وحق الله العظيم الا بزاف هاد النقطه هادي صافي الدنيا حلا ها شتي هاد الديسبلاي السيدة جربت لي الصاين ما تشناري غنمشيو دابا غنمشيو نلقاو دو بابا كان صاحبي باقي نرقاو نقلبو على من يخرج ها؟ واش دابا خرجنا للبلاصة اللي هبطنا فيها الله يشات لي فينا بالله اش تلف فيه غنمشيو دابا نضربو شي دويره اخي زكريا لهيه عادي نشوفو نكتشفو نكتشفو طنجة مزيان واخا هاد النهار ما كافيش الصراحة وغنعاودو نجيو ليها ان شاء الله هذا واعد واعد اجي نتينا شنو كدير هنا نتينا ماشي انت نتينا شنو كدير هنا عائلة فين العائل كاين العائل وكاين العائلة وهي العائلة صاحبة النظافة اجي نضرب واحد التصويره على نمشي ها فين كنا جاي الفن كانوا جاي يطلعوا علينا شتي ما نجراو عليك شو كنت باغي تمشي وما تصورش هنا صاحبي ناري يا الخوت وحق الله العظيم الا واحد الفيو هنايا ما نعاودش ليكم انا فين كيتصوروا المشاهير المهم الخوت من الاخر نجيكم من الاخر هنايا الصراحه زوين زوين بزاف واخا ما كافيناش هاد النهار هذا باش نتساراوه مزيان نوريكم بزاف ديال المعلومات فيه مي دابا وصل الوقيته اللي غادي نمشيو بحالاتنا خصنا ضروري نمشيو ودابا كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وما تنساوش اللي باقي ما تابوناش عندي تابونا في لاشين راه من هنا لقدام ما كاين عيل جديد ما كاين عيل زهو بحال اليوم بحال اليوم المهم اش غادي نقول لكم يلاه تهلاو ليا فراسكم هذه هي طنجة واخا ما وريناش بزاف ومي هادشي اللي قدرنا نوريه اليوم المهم تهلاو ليا فراسكم يلاه تشاو حتى المرة اخرى.